الله أكبر، الله أكبر كبيرا، 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 الله أكبر من كل جار سكن كثيرا، 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 الله أكبر من كل جار عذب كثيرا، الله أكبر من كل جار عذب كثيرا، الله أكبر من كل جار عذب كثيرا، عذبتها كثيرا، عذبتها كثيرا، سكنت جمالها وعقلها كثيرا، أمرتها كثيرا، عطلت طاعتها وعبادتها كثيرا، فرقت بينها وبين زوجها كثيرا، زرعت الفرقة والخلاف والشجار بينها وبين زوجها كثيرا، عذبتها في بيتها كثيرا، وفي نفسها كثيرا، وفي مالها كثيرا، عذبت عذابا كبيرا كثيرا. لا إله إلا الله، الله أكبر من كل جان اختفى كثيرا، بالأعين القوية اختفى كثيرا، بالأعين القوية اختفى كثيرا، بالأعين القوية اختفى كثيرا، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، تحدى كثيرا، تحدى كثيرا، وتقوى كثيرا، وتقوى كثيرا، بطش كثيرا، وتجبر كثيرا، وطغى كثيرا، وبغى كثيرا، ودنا واقترب كثيرا، أقرب كثيرا، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، فيها عين، 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 بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، بعشق كبير، بعشق قديم، بعشق كبير، بعشق قديم، بعشق كبير، بعشق قديم، بعشق طويل، بعشق عريض، بعشق قديم، 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 من الصغر قديم، وفي الكبر قديم، بعشق صغير وكبير، بعشق كان صغيرا وصار كبيرا، مع الأيام توالى وكبر، كبر من الصغر تربى وكبر، عشق كبير من جان، من جان، عشق البدن فحرس البدن، تابع جمال البدن وعورات البدن، فتسبب في الشجار، وتسبب في الفرقة والخلاف، وتسبب، وتسبب في الفتن بين الأزواج، وتسبب في العداوة والبغضاء، في العداوة والبغضاء والشحناء بين الأزواج، بأعين كثيرة، بأعين كثيرة، نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، عاشق والهان، عاشق والهان، عاشق والهان، يسعى في خراب الديار، يسعى في الطلاق، يسعى في الفراق، يسعى في الطلاق، لتبقى في عزلة، لتبقى في وحدة، لتبقى في عزلة، لتبقى في وحدة، ليستفرد بها وبجمالها وبجسدها، في يقظتها وفي نومها، عذب جمالها، عذب جمالها، عذب صحتها وعافيتها، نعم أسقط شعرها، أسقط شعرها، وطمس ملامحها وزينتها ولباسها، عاشق إنسان، عاشق والهان، بأعين كبيرة، بأعين كثيرة، بأعين
بأعين كبيرة بأعين كثيرة عاشق عاشق الجمال وعاشق النظرات وعاشق الكلام وعاشق الصور وعاشق المرآة وعاشق عاشق عاشق في الكلام عاشق في النظرات عاشق في الوجه عاشق في الصدر عاشق في الشعر عاشق في الخطى عاشق في البيت عاشق في الفراش عاشق 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 الوهاب تسبب في الوساوس في العقل وسوس في العقل وسوس في الفهم وسوس في الرأس وسوس عاشق الوهاب عاشق الوهاب من قديم عاشق اكتفى باللمس اكتفى بالمس 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 بالنظرات من قريب ومن بعيد من قريب ومن بعيد عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان بأعين قوية بأعين معجبة بأعين قوية بأعين معجبة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر سمعت إلى الرقية وإلى كلام الله تعالى صح؟ صح؟ سمعت إلى الرقية وإلى كلام الله جل وعلا ونصحناك لله تعالى سمعت المواعظ والترغيب والترهيب طاعة لله جل وعلا فحري بك أن تقل لزوجها وأن لا تؤذي في زوجها أن لا تؤذي في زوجها هذا زوجها هذا زوجها يحبها ومعه في البيت جعلتها الوساوس في الزوج الوساوس في الزوج لا تسمع كلامه الشجار والخلاف وتصبح الفرقة والطلاق وأنت الرابح فيها أنت الرابح إذا تبقى لك وحدك تستمتع بها لا تسعد في أي شيء نعم تبقى من عذاب إلى عذاب تتقوى بالنظرات تريدها عوجا لا صلاة ولا حجاب ولا شيء أنا هلزلي قدر أطغر بالزعلك أطغر نعم لا تصلي ولا نقاب ولا حجاب تريدها أنت فقط زوجها يلزمها ويحاول معها وأنت تريدها فقط أن ينظر الناس إليها وأن يتمتع الناس بها فقط هذا ما تريد حتى تقوى أنت وتبقى عاشق وفي الليل تطلقها من زوجها وتبقى لك وحدك صح ولا لا؟ هذا ما تريد عليك الذلة أنا أدعوك معك في الأول هذاك الله هذاك الله تسمع تخرج أم لا؟ كلمة واحدة تخرج أم لا؟ كلمة واحدة تخرج أم لا؟ تخرج أم لا؟ كلمة واحدة هيا أسمع هذا شيء عظيم تفرقون بين المرء وزوجه خلاص والجن اللي ما عجبش شي وحده عجبتش شي وحده يتزوج بها المشاكل وفرقة على الزوج قليل بسم الله ونعم الوكيل ولكن الناس متى يعقلون سبحان الله عبد الله جميل اي اسمعني انا اتكلم معك بالتي هي احسن الان هذه اول جلسه تعطي العهد على الا تؤذيها وان تخضع طاعة الله عز وجل والا تعذب ارفع هيا ارفع اصبع هكذا هيا هيا ارفع التوحيد هيا هيا ارفع التوحيد هيا اعطي العهد لا الاتحاد ها الاتحاد يعني قوه يعني انا سابقى اؤذيها وين اخرج نعم يعني تعشقها وتريد تبقى لك وحدك والا تسالني زوجها اذا انت اوجبت على نفسك الهلاك والعذاب اسمع انت الان اوجبت على نفسك العذاب اي انك تقول لنا أنا لا أسمع لكم ولا أرضخ من كلام الحق وافعل ما شئت صح ولا لا؟ إذا أنت تريد العذاب صح ولا لا؟ فأنصحك لله جل وعلا لأنك لن تقوى بإذن الله جل وعلا على العذاب أنا أنصحك لله تعالى أن تتركها لزوجها لا توسوس لها في عقلها بالوساوس الوساوس وأن تجعل متسلطة متجبرة متكبرة لا تسمع لكلامه وتسيء فهمه وقصده اتق الله جل وعلا كل هذا يشكو منه زوج بل أزواج توبوا إلى الله يا معشر الجن توبوا إلى الله ولا تؤذوا عباد الله عز وجل
لا تؤذوا عباد الله في أزواجهم وبيوتهم وذريتهم. تقول الله جل وعلا تسمعني الآن لك ناصح، وإلا تعذب عذابا شديدا. خلاص تعذب عذابا شديدا، وأساليب التعذيب كثيرة بفضل الله جل وعلا. لهذا أنصحك لا تزعم القوة، القوة لله جميعا. قل هل لله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله، هيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمعني هيا لله جل وعلا لله. قل هل لله أشهد أن لا إله إلا الله، هيا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الأصبع يرفع لله تعالى طاعة لله عز وجل بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، وتعطي العهد على أن لا توسوس لها في زوجها ولا في بيتها، أن لا توسوس لها بشكوك أو بكلام سيء، وتجعلها لا تسمع لكلام الزوج، لا تجعل في داخلها الأنفة والعزة بالإثم فلا تسمع للحق. فاتقوا الله يا معشر الجن، كل هذا بسبب الأعين الكثيرة وتنظر ما تقول الله عز وجل، الأعين القوية، كل هذا بسبب الأعين، أعين قوية جدا تعذب وتفرق وتطلق. سبحان الله، هيا طاعة لله جل وعلا. ستبقى معنا في هذا الحال حتى تذعي لأمر الله سبحانه وتعالى، طاعة لله جل وعلا. هيا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا هيا فكر منيا، فكر جيدا، الأولى لك الفرار والخروج. ما قيلاش ستقولها، ما قيلاش ستقولها، أنا أقول لك سوف تقولها إن شاء الله تعالى، وسوف تسلم رب العالمين وتخرج طاعة لله جل وعلا، مفهوم؟ لأن هذا لا يرضى به الله، ولا يرضى ولا يقره الإسلام، ولا يرضى به أي فرد. أنت لا ترضى لنفسك، والناس لا يرضونه كذلك، هي لزوجها، فلا تشاركها فيه بالوساوس وتباعدها عنه حتى تبقى لك وحدك، وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله من الوكيل. هيا هيا يبكي 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 بالوساوس. العاشق له خطب لا يظهر نفسه، لكن يوسوس رويد مرويد مشوي في حتى يوصل الهدف دياله، وهو التفريق. ما قدرش عليه لأنها تصبر، لأنها مؤمنة محتسبة، فتصبر مع زوجها قوية بالذكر وبالصلاة وطاعة الزوج. ولكن سبحان الله ما قدرش عليها، ما قدرش عليها. كنت تريد أن تفرقها منذ وقت بعيد، كنت تريد أن تطلقها منذ زمن طويل. طيب توب إلى الله عز وجل، توب إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو لك الخير والله، ابحث لك عن زوجة من بني جنسك تحبك وتحبها. أما أن تأخذ الزوجة من زوجها لتحب زوجها وزوجها يحبها فتجعل لها العداوة في قلبها وجفاء، فلا تنظر إليه ولا تفكر فيه ولا تهتم به، هذا عيب وحرام. فاتقوا الله يا معشر الجن، تحملون هذا الإثم عند الله عز وجل على قدر الظلم الذي شعر به الزوج أو الزوجة، سوف تأخذونه عند الله عذابا إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل. فكر مليا فإني أرجوك الخير، وأصبر عليك حتى تأتي إلى الله، ابكي بكاء الندم والتوبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله في كل ظالم وعائن وحاسد وساحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم الحمد لله رب العالمين. توب إلى الله عز وجل. سأبقى معك حتى تسلم لله تعالى وتخف طاعة الله جل وعلا وتبكي ندما تبكي ندما وتقول أشهد أن لا إله بالبكاء وبتوبة إن شاء الله جل وعلا، لأنك في الظلم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تريد من النساء يعني في طريق آخر بعيد عن الالتزام وعن الدين، حتى اتقوا أنتم وتأخذوا شهواتكم كيف ما شئتم بنظرة الناس أو أنتم مباشرة يقظة أو مناما تعتدون، حينما تطالع في تبرجها في عريها في نظر الناس إليها، صح؟ هذا ما تريد. وفي المقابل لا تتفت إلى زوجها، لا تهتم به، لا كذا لا كذا، فتصير هناك عذاوة وحرب في البيوت. فتباعدها عن زوجها، وحينها أنت تتمتع بهذا، لا يقترب منها، وإن لم تعتدي عليها تكتفي بالنظرات لها، المهم لك وحدك، صح؟ صح. سبحان ربي. عيتي ما تكرهها فيه، ولكن صبرات. سبحان الله. نعم. زبورة. صابرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عيتي يعني لو ما صبراش كنتي طلقتي شحال هذه. كيف. ظلمتها كثيرا، صح؟ ظلمتها. ضيق الصدر والوسواس وسوء الظن وعدم السماع للكلام.